بصوا يا جماعه، احنا رايحين نبيع الحمامه دي، نوحها شقلباز اهي. ورينا شرباتها يا معلم، شرباتها قد ايه. رايحين نبيعها دلوقتي وهنوريكم واحنا بنبيعها عند بتوع الحمام. يلا سلام. وكده برضه لما روحنا عند بتاع الحمام ايه، طبعا اهو الدكر فينو بعناه، وكان عنده اخوه يعني يعتبر ايه شبه بعض. فهو الراجل قال لنا 30 جنيه، فاحنا هنحاول نبدلها بحمامه احسن. لا وبرده بصوا في اتنين عزازاتهم، ممكن برده ايه نبيع. ممكن برده نشتري الاتنين دول كده، اشوف برده الدنيا عامله ازاي. انا حابب برده اوريكم الحامل اللي عنده عامل ازاي. عنده باكستاني واسترالي وكشاك وشقلباظيات، يعني حبة حمام حلوين. برضو عنده اتنين عزازات. ماشي، انا برضو بنبص بصة وبنبيع في الحمام، يعني ممكن نبدل اهو. حبة حمام حلوين برضو، هنصوركم وهنشوف احنا هنجيب ايه. دول قص هزازات، كل دول بقى ديكورة ديكورة، كله ديكورة فعلا. هنبص برضو هنشوف هنشتري ايه وهنقول لكم، واحنا ماشيين هنقول لكم احنا اشترينا ايه. بصوا برضو في حمام هنا جديد، قص هزازات وكم، وقص بنادي وقص كشك تمام. وفي لسه طاير منهم دكر كريزلي، طار من صاحبه ربنا يعينه بقى. طار من صاحبه، كان راح يبيع بتاع الحمام، بتاع الحمام وهو بيمسكه طار منه. يلا انا لغايه دلوقتي بنتفرج على الحمام برضه، اما نشتري حاجه هنقول لكم. بصوا بقى يا جماعه، احنا جبنا الحمامه الباكستاني دي اهي، تقليبها برضو ايه ما شاء الله حلو. ورينا كده فرد لنا جناحها بقى واستعرضها لنا. طبعا احنا بدلناها بالشقلباظ ودفع لنا فرق 10 جنيه. حلو دكر والله ما شاء الله عليه اهو، دكر ريشه كامل ومخلص. وتجيب له انت عشان هو زيف اصلا، يعني بصوا وشه باكستاني وكل حاجه في باكستاني. دفع لنا 10 جنيه وخدنا منه الحمامه. وعايز برده اخد رايكم في الحمامه دي، اكتبوا لي في التعليقات برده ايه هو ضحك علينا ولا احنا اللي ضحكين عليه كده. بس دي كنا في الفيديو، سلام.